طبعا هم مشهدين. طيب طبعا انت لو تلاحظ دور عزيزة تصاعد، كان في البداية عيلة وضحك وعلاقة أسرية وكذا، وفجأة تصاعدت 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 لحد وصول مرحلة الألم اللي هو واقعة قذف ظبية. هذا كالمشهد. والمشهد الثاني عندما أتوقع وأسمع الحلقة أنهم بيدافعوا، هذا أعتقد الحلقة رقم 20 تقريبا، رقم 20. أعتقد الرقم يا 19 يا 20 يا تقريبا أيوة، تفضلي عفوا تفضلي. الخط الدرامي وصل للذروة هنا. أيوة. فهذيك الساعة أنا ما عاد شفتش إن أنا منى الأصبحي، لا خلاص، أنا هذيك الساعة شفت إنها فعلا بنتي. أنا لو بنتي حصل لها كذا، أنا يعني أنت شفت حركتي مع العسكر طبعا، لأنه وقت اللي كان عدو أكثر يعني في ضرب وفي كذا، لكن المشهد طويل كان، فاضطر حتى يمكن أعتقد الأستاذ وليد أدى يعني حاول إنه يجمع المشهد بقدر ما يمكن. كلمة فلت، كلمة فلت بنتي، فلت بنتي، ذي كانت من العمق. أنا هذيك الساعة تخيلت فعلا إنها بنتي. أنا معايا بنت 10 سنين والثانية 3 سنوات، ربنا يحفظها، بارك فأنا فيك. تخيلت هذيك الساعة فعلا إن هذه بنتي. أنا إيش أفعل هذيك الساعة؟ يعني تقمص الحاجة تقمص. الثانية، المشهد الثاني اللي أتعبني ايوه فعلا، وكان مشهد البكاء وقت دردحة الصياح اللي أنا صحته فعلا، هذا كان من داخل أعماق قلبي، وجلست محافظة على هذا الإحساس لمدة ساعتين. ما شاء الله. جلست أبكي ومحافظة على هذا الإحساس لمدة ساعتين. ليش؟ صورنا المشهد العام، أذن المغرب وأنت عارف وقت صلاة وكذا وكذا، وجلست أنا في نفس المكان وفي نفس الإحساس وبنفس البكاء. يعني هذا كليلة جلست مصدعة طول الليل، يعني الحمد لله.